معنا من حمص سامر الحمصي مراسل شبكة شام. كيف تبدو حمص اليوم سامر؟ نعم، 5 شهداء من رجال النظام بينهم عائلة ناحية من باب سباه في مدينة صقبة عسكرية في الريف الجنوبي تجهيزا لحملة عسكرية على القصير ومحيطها. هذه أهم أحداث اليوم 35 بعد المئة للحملة العسكرية التي يقودها جيش النظام وقوات الأمن والشبيحة على مدينة حمص وريفها. حتى هذه اللحظة أكثر من 23 منطقة تعرضت للقصف في حمص وريفها، أهمها قصير وجوسي والرستن وتلبيسي وجوبر وبساتين بابا عمر وسلطانية وجرج الشياح وأحياء حمص القديمة وغيرها من الأحياء التي تعرض إلى قصف من القرى الموالية للنظام كقرى الديابية وحديدي ومن المنشآت والقطع العسكرية المجاورة للأحياء المحاصرة في حمص وكذلك مفرسة الأمن العسكري في القصير وكتيبة البيانات في الوعر. اليوم في مدينة على ذكر الوعر، بما أنكم أشرتم إليها، يعني كيف تقيمون الانتشار الأمني بهذه المنطقة، وهل ذلك يؤشر إلى اقتحامات مرتقبة لها في الفترة القريبة القادمة؟ جرى الأمر كثير في كل من الوعر القديم والجديد من قبل حوادث جيش النظام المتواجدة في المنطقة، وذلك تزامنا مع خروج طلاب مدارس حيث دخلت مكبات ومصفحات الوعر القديم واطلقت النار عشوائيا ثم غادرت مباشره. بدات قناصه المشفى العسكري والبر اطلاق النار عشوائيا باتجاه البيوت والماره. طبعا حي الوعر كما هو معلوم اصبح ملجا لكثير من العائلات النازحه من الاحياء من حمص القديمه وبابا عمر وغيرها. لا يستبعد يحدث هناك اقتحامات، وهذا يحدث في بعض الاحيان كانتشار واعتقالات على الهويه لبعض الاشخاص من الأحياء الأخرى. ماذا عن الأوضاع في مناطق الريف والاشتباكات كذلك في منطقة القصير؟ نعم، في القصير ما تزال هناك حملة عسكرية، حيث اليوم يوجد تجمعات في منطقة الديابية لجيش الأسد وعصابات الأمن والشبيحة بمشاركة من عناصر حزب الذات القادمة من لبنان كما ذكرنا سابقا، حيث قدمت هذه التعزيزات بالطيارات المدنية من لبنان وإلى مطار الشعير. اليوم تجمعات كبيرة في الديابية تمهيدا لحملة عسكرية على القصير. أيضا جوسي اليوم تعرضت للقصف منذ الصباح وهناك أضرار وجرحى وتدمير عدد كبير من المنازل، اشتباكات مستمرة والجيش الحر ما يزال مرابطا على حدود منطقة القصير والقرى الحدودية التي تعرض للقصف وحملة عسكرية شنيعة منذ عدة أيام. أيضا تكلمنا عن تلبيس والرسن، تلبيس الرسن اليوم القصف منذ الصباح، تهديم لعدد كبير من المنازل، اكثر من 70% من هذه المدينه اصبحت مدمره، نقص حاد في اساسيات الحياه كالمواد الغذائيه والطبيه والمحروقات وغيرها. اذا انتقلنا الى الحولي كذلك، اليوم في الحولي الحصار يستمر عليها منع تام للطحين منذ اكثر من 20 يوما، وهناك المواد الاساسيه كالمحروقات ومواد وصلت إفاداتكم بشكل كافي، ويعني يتعدى رسول الصوت بشكل مناسب الآن. أشكرك شكرا جزيلا سامر الحمصي. في أدلب اقتحمت قوات النظام بلدة كفرومة التي شهدت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام تزامن مع قصف